اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. نسألك اللهم أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، نبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار يا عزيز يا غفار. اللهم برحمتك وفضلك أصلح أحوال المسلمين، أصلح أحوال أمة سيد المرسلين، اللهم آمنهم في أوطانهم، أصلح أحوالهم، أرخص أسعارهم، ولي عليهم خيارهم، اكفهم شر شرارهم. يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا يا إلهنا وارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم وبوجهك الأكرم، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تجعلنا والحاضرين والسامعين من أهل الجنان، وأن تعيذنا من الجحيم والنيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق علماء المسلمين ببيان الحق والدعوة إليك. اللهم اجمع قلوب الدعاة إلى سبيلك على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم اجعلهم قرة عين لمجتمعاتهم وأسرهم وآبائهم وأمهاتهم. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم ارزقهم العفاف والحشمة والحياء، وأعذهن من التبرج والسفور يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أرادنا وأراد بديننا سوءا فأشغله بنفسه يا رب العالمين، ورد كيده إلى نحره يا أكرم الأكرمين، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم وفق جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وفق الأحياء منهم واغفر للأموات، إنك سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم وسع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور يا عزيز يا غفور، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين. اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب وفارقنا الأهل والأحباب والأصحاب. اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار،
برحمتك يا عزيز ويا غفار. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم ثبتنا عند الموت، اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتنا، وارحم في القبور وحشتنا، وارحم يوم العرض عليك ذل وقوفنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا إذا برزنا إليك، ارحمنا يوم العرض عليك، ارحمنا إذا شخصت الأبصار، ارحمنا إذا حفيت الأقدام، ارحمنا إذا عريت الأجسام، ارحمنا إذا دنت الشمس من رؤوس الأنام. وجيء بجهنم تقاد بألف زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك. اللهم احفظ مجتمعات المسلمين من كل الآفات، وعمها بالخيرات والبركات، وطهرها من المعاصي والمنكرات. ادفع عنا الغلاء والوباء والرياء والزنا يا رب العالمين. اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. هب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، واغننا بفضلك عمن أغنيته عنا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة، أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعده على الأمة الإسلامية وهي ترفل بثوب العز والنصر. على أعدائها يا قوي يا متين، اللهم أعده علينا سنينا بعد سنين، مجتمعين غير متفرقين. اللهم ارزقنا الاستقامة على الأعمال الصالحة في رمضان وبعد رمضان. اللهم ارزقنا التوبة الصادقة والإنابة المخلصة. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وتول أمرنا، وفك أسرنا، وأعتق رقابنا من النار. اللهم ارحمنا بالإسلام قاعدين وقائمين وراقدين. لا تشمت بنا الأعداء والحاسدين، يا قوي يا عزيز يا أرحم الراحمين. اللهم كما وفقتنا بالصيام والقيام، فمن علينا بالقبول يا ديان. اللهم من علينا بالقبول إلهنا، ولا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم هؤلاء عبادك اجتمعوا إليك، فاغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم.